هو بطل قدري، شاءت الظروف إنه يتعرض للإساءة والتجريح من الآخرين. يبدو من الخارج بسيط، كأنه شمعة في مهب الريح، لكن الحقيقة إنه أقوى بكتير مما تتخيله. تامر حبيب على المسرح. تامر حبيب، الحياة مسرح؟ أي نعم، ما الدنيا إلا مسرح كبير. عشان بس المقولة دي ولا أنت شايفها مسرح؟ أنا شايف إن الحياة أحياناً بتبقى فيها دراما يعني فاجعة أكتر من المسرح بكتير كمان. دورك عاجبك في المسرحية بتاعتك؟ الحمد لله، يعني ساعات وساعات، بس اتعلمت مؤخراً إن يعني في الأول ما كانش عاجبني أوي، دلوقتي لأ الحمد لله قبلته، كاتبه بمزاجي، قبلته عشان عملت عليه تعديلات بإيدك. بالظبط كده، بالظبط، موافق. لو حياتك رواية هتبقى تراجيدي ولا كوميدي ولا دراما؟ هتبقى فيها كذا جنر، يعني في جزء منها هيبقى كوميدي، في جزء هيبقى تراجيدي، في جزء هيبقى فانتسي، في جزء هيبقى يعني هتبقى كوكتيل كده. حسستني ان الفانتسي هتبقى اكتر حاجه في الروايه يعني شويه، ولان الفانتسي غريب، لانه الفانتسي هو خارج بره المعقول كده شويه، وفي حاجات كتيره حصلت في حياتي هي ملهاش علاقه بالمعقول، ملهاش علاقه بالمنطق. تسميها ايه؟ تختار لها ايه عنوان؟ اسميها بالانجليزي، اسمها بالانجليزي بالنسبه لي هبقى هسميها ماي واي، يعني بطريقتي. I did it my way. I did it my way. Exactly. بالظبط. سميها بطريقتي. في كتاباتك بتكتب حاجات كتير عن تعقيدات النفس البشرية، عن النزوات، عن أهواء وميول، مخزون درامي وإنساني كبير جداً، جبته منين؟ للدنيا. بصي، يعني أنا أظن إن أنا كنت محظوظ في حياتي بشكل عام، إن أنا اترميت في وجربت خبرات كتير وشفت كتير، وأظن إن في حاجة ليها علاقة بالموهبة، إن اللي ربنا بيبقى صريف له شوية موهبة بيبقى أوبزرف، بيعرف يمتص الحاجة ويذاكرها ويحللها. فأنا من الأول واضح إن دي مبنية في شخصيتي من الأول. اتربيت في بيت أمي كانت بتشتغل أخصائية اجتماعية بتحل مشاكل طلبة في الجامعة، فشايف في بيتنا مشاكل شباب من وأنا طفل صغير بيجوا، لأن أمي كانت بتحبها شغلها جدا، فكانت بتكمل شغل في البيت، فلاقي الطالبات جايين عندهم مشاكل بأنواع حاجات مختلفة. وبعدين اتفتحت على عالم اسمه إحسان عبد القدوس، فابتديت من وأنا عندي 13 سنة أقرأ 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 عوالم عوالم عوالم. وبعدين ظروفي بقى الشخصية، أبويا وأمي انفصلوا، وحاجات كتيرة الواحد عدى بيها كده، عمل بيها المخزون ده بسرعة. أظن الأب والأم شخصيات رئيسية في رواية كل واحد فينا. طبعا. كان دورهم أثروا عليك بالسلب ولا بالإيجاب؟ لا، إيجابي جدا. الاثنين كان دورهم إيجابي جدا جدا. أبويا في وقت كنت فاكره سلبي، لغاية ما زال لسه بنقول بقى عدلته بطريقتي خليته إيجابي، لأنه أنا كان عندي دايما إحساس داخلي نتيجة لأنه، وده فهمته لما كبرت، إن أبويا من نوع البني أدمين اللي ما بيعرفش يبين مشاعر، مش معناه إنه ما عندوش مشاعر بس، ودول نوع بجد يعني تشفيقي عليهم يعني. أنت فهمته وقبلته وسامحته؟ وسامحته طب. أنا فهمته بعد ما مات، فهمته من وصية كتبها. أنا كان عندي التساؤل هو بيحبني ولا لأ طول الوقت، فلقيت أولاً هو كان عارف، متأكد إنه هيموت، لأنه أبويا مات موتة يعني أي حد يتمناها، يعني أبويا مات في الحج. وأنا وقتها حتى أنا أول مرة أقول الكلام ده، فكرة إن أنا كنت حاسس، عارف، حصل لي لخبطة في دماغي. وانا مش المفروض ان انا علاقتي بالراجل ده، كان عندي انا علاقتي مش لطيفه، كان مش المفروض ان الراجل ده يبقى شرير يعني بمنطق. أيوة. المسرح بقى اللي احنا بنتكلم. أيوة. فيه ده الفيلن اللي في حياتي، اللي لخبط لي حاجات كتيره، واللي كنت عايز يبقى محتاج له في وقت من الاوقات وهو ما كانش موجود. وبعدين وطول الوقت عندي السؤال، بيحبني ما بيحبنيش، بيحبني ما بيحبنيش، لغايه ما لما سافر خلاص، وهو كان متاكد انه مش راجع، كان في مشهد تراجيدي كده بيني وبينه ليله سفره، غريب، كان مشهد غريب يعني، قالها لي مثلا 5-6 مرات، لو ما رجعتش تفتح الجواب ده تقراه، لو ما رجعتش تجيب مفتاح السبير بتاع عربيتي مش عارف ايه، لو ما رجعتش. فالدرجة وهو ماشي انا حاسس انه بيختفي في النور، بيتلاشى كده. لا، وقلت ده ليه علاقه بان هو الليله اللي قبلها قعد يقول لي لو ما رجعتش لو ما رجعتش، بس لقيت روحي بقول هو مش راجع ولا ايه كده، وهله يعني. ورجعت بعدها المعهد، خلاص كنت انا في معهد السينما وقتها،
فهو كان كاتب جواب لا يفتح الا في حاله وفاتي بواسطه ابني الوحيد تامر حبيب كده يعني ايه يعني. وانت ما اخذت الجواب لقيت الظرف مكتوب عليه كده، مكتوب عليه كده، وهو شايل الجواب في شنطه ادالي ارقامها، حفظني ارقامها، شنطه سامسونج مش مخون خالص يعني، الراجل زي الفل الحمد لله. المهم ما فيش اربع خمس ايام جالنا التليفون، ابوك توفى. فاول حاجه رحت فتحت الجواب لقيت الاجابه على كل اسئلتي في ورقه فلسطين. وحياه ربنا ده واحد بيعشقني عشق، عارف اظبط كل الحاجات، لم كل مش عارف ارصدته في البنوك وحطها في حساب واحد وعمل بيه شيك كتبه باسمي، اللي هو انا مش هدور وراه حتى ولا هتعب في حاجه ليها علاقه بالتركات ولا الوراثه ولا بتاع. وبيوصيني والامنيات اللي هو بيتمناها لي وكان طول الوقت الحياه شكلها عكس كده يعني. انا لما خدت قرار ان انا اشفت كارير يعني خلاص، انا كنت خريج كليه تجاره وبشتغل ومحاسب وبتاع، وفجاه انا بحب السينما وعايز اكمل سينما، فرحت قلت له انا هدخل معهد سينما من اول وجديد. ده كانت ثوره هستيريه منه، وفي شارع مين هفضل اصرف عليك لغايه ما يبقى عندك 30 سنه ومحسسني ان انا هفشل فشل ذريع. وقعد سنه مقاطعني ما بيكلمنيش، وبعدين بقينا الحمد لله ان اخر سنه دي بقينا اصحاب انا وهو. يعني هو ما كانش عارف يبقى ابويا لانه مش قادر، هو اتس نوت مش موجود عنده، بس عرف يبقى صاحبي، عرفنا نبقى اصحاب في اخر سنه دي. وعرفت بعد ما مات ان هو كان اسعد واحد بالقرار ده، بس هو لابس لي الوش التاني ده خايف لاكون مش قد المسؤوليه دي، وفي نفس الوقت سعيد بجرأتي ان انا بعمل كده. بس الحقيقه ان الحاجات دي كلها فضلت يعني ايه، انا بنفكر اكتر حاجه لما قريت الجواب طبعا يعني ايه، حياتي كان بيجيب اخر طبعًا الدنيا طبعًا منهار طبعًا، بس طبعت من ورقه يعني هو ده اللي كان مجنني في الموضوع. انا من ريحته بالظبط كده، بس يعني في الاخر انا كنت عايز حبك انت بس. ودي حاجه بقى بتعلمك انت بعد كده فكره انه والنبي اي حد بيحب اي حد يبين له انه بيحبه قوي طول الوقت. فانا فاكر مره كنت راكب جنبه وعملنا حادثه خفيفه يعني بسيطه كده. فاول حاجه لما اتخبط ما بصش لاي حاجه، بص لي قال لي انت كويس؟ الله دي حلوه، دي طلعت منك من غير ما تقصد يعني، دي انا عايز من ده بقى. وكانت بقول لك هي علاقه، حتى ده اللي بيخليكي لما بتقعدي تذاكري انك بتفكري كده. ان انا مره عملت عمليه وخارج وانا لسه تحت تاثير البنج، وانا امي بقى ديني ومعبدي وحبيبتي وصاحبتي وعايش معاها، و يعني انا مدين لو كنت وصلت لاي حاجه في الدنيا هو انا مدين للست دي. فوانا خارج تحت هلوسه البنج اول حاجه قلتها بابي فين؟ سالت عليه هو ما سالش عليها هي، وانا في البنج وهو كان موجود، فقال لي انا اهو، فرحت ماسك ايده بايسها. فبيحكوا لي ان هو راح داخل البلكونه عيط، ايه ما احنا مش قاعدين على المسرح بقى، تعالى اديكي ميلو دراما يعني. لكن الحقيقه ان انا لو الشغال مش العقل الباطن اللي شغال عقل الوي، انا ما كنتش بمسك ايده وابوسها وهو ما كانش هيعيط. ففي حاجه في العلاقه بتخليكي تعيدي التفكير في كل حاجه بعد كده. الحاجه دي في علاقتك انت ووالدك بس ولا في علاقه ناس كتير ببعض؟ لا هي عشان كده بقيت بتكتب منها وبتكتب عنها بالظبط. انا يعني دكتور نفساني مره قال لي، من احد الدكاتره النفسيين اللي رحت لهم، قال لي انت مشكلتك انك بتركز في قرايه ما بين السطور لغايه انك ساعات ما بتشوفش السطور، ممكن ما يبقاش في حاجه بس انا طول الوقت عندي هو فلان ده قال كده لانه اكيد يبقى فيه كده. واظن دي علاقه بالمهنه كمان بشغلانتي، انك يعني لازم تحللي شخصيتك كويس قوي قبل ما تعرفي تكتبيها. بتجيلك لحظات بتسرح وبتحس فيها ان لو كان الحب ده انكشف بينك وبين والدك وهو عايش وموجود كان هيغير في شخصيتك حاجات او هيوفر عليك مشاوير؟ ما هو بصي سلاح ذو حدين يعني، ممكن كان يخليكي في اوقات عندك صراعات نفسيه والام ووجع وبتاع في حياتك كانت مش هتبقى موجوده، وفي المقابل يمكن ما كنتش بقيت عندك العمق حجم الموهبه دي. حب المراهقه خلاك كفرت بالحب؟ بصي هو كان في حاجه كده شويه، لان انا في وقت في حب، انت عرفتي من الحكايه؟ لا والله لا والله لا، عرفت بالطرق الرسميه الشرعيه للشغل بالظبط. لا ما انا قصدي الطرق الشرعيه. لا مش قصدي انا في وقت كده يعني كان في حب مراهقه معين كده لبنت، خلاص هي كانت بتحب واحد تاني صاحبي، وهو ايه ارتبطوا ببعض في سن بقى ثانوي ده وبتاع، وانا كنت بحبها جدا وصديقها الصدوق، وكشفت نوايا كده في نص المشوار ان الراجل ده يعني ايه، لا هو هيخلع يعني، هو لا يعني بيلعب يعني. كنا عيال صغيره بقى وبتاع، فهي عملت حاجه في منتهى القذاره يعني، اجان ما اقدرش اغفل لنفسي ان انا عملتها. لما حسيت بوقعه معينه كده رحت فتنت لها،
رحت قلت لها خدي بالك ان فلان هيعمل كذا، انا خوفا عليها من انها تتوجع ولاني بحبها يمكن بقى تفضلي. فاول حاجه عملتها راحت قالت له تامر قال لي كده، فبقيت انا بلاك ليستد عندهم هم اتنين وهم كملوا حدوته الحب. طبقا لعرف الرجاله اللي عملته حركه مش لطيفه جداً. لكن طبقا للصح والغلط والاخلاقيات انت حذرت حد بتحبه بالظبط. بس هي ما هي هي ما فيش صح وغلط يعني، يعني يخش كده ينفع وكده ينفع، فالاثنين يعني يعني بس لو رجع لا هبقى، لان ده كان رومانسي زياده عن اللازم. يعني لو رجعت كنت بقيت انضج يعني، لا ما كنتش هتصرف بالطريقه دي. عشان تلعب دورك في مسرحيتك ايه الاقناع اللي بتستخدمها؟ إيه بحب جدا البس قناع الغبي للي بيستغباني يعني. يعني في حد كده يبقى مستسهلك ويستهين بذكائي، يعني ممكن اقبل اي حد يغلط فيا اي غلطه الا انه يستهين بذكائي، ولما يجي يستهين بذكائي ابين له لا ده انا مش غبي ده انا عبيط ده انا يعني ادي له الحبل اللي يشنق بيه نفسه. فاهمة؟ هو لان ساعتها هو الغبي. انه اللي ما بيحترمش ذكاء الاخرين ده شخص غبي جدا، ده حقيقي، اللي ما يقدرش قيمه ذكاء الاخرين ده حقيقي. فساعات بستخدم الماسك ده للي ما يستحقش ان يشوفني من غير قناع، لانه لما بيشنق نفسه بقى بتحس بايه؟ بتحس بانتصار؟ انتصار رهيب. ودايما يعني ايه ما ببقاش عايزه ابقى انا اللي انت يعني ممكن تيجي في لحظه تبقي حاسه ان انت ممكن اذي بالطريقه، لا انا مش عايزه اتفرج اترفع عن الاذيه بالظبط كده. فلما بتحصل اقول شكرا يا رب يعني، يعني بجد، لاني كمان ما ببقاش حاسه باي عقده ذنب. ايه القناع الثاني؟ القناع الثاني قناع قوي، لان انا شخص ما بحبش اصعب على حد وما بحبش ابان ضعيف قدام حد وما بحبش المسكنه. لان في اللي بيلبس قناع المسكنه انا اي حد بيتمسكن سوري يعني انا بقرف منه. يعني علشان كده انه فكره لما انا ابقى مكسور او مجوع بجد انا بقفل على روحي، استخبى كده واقعد اداوي الواو مع نفسي لغايه ما احس ان انا خلاص بقيت فرقع لوس تاني واقوم طالع للدنيا تاني. ما اطلعش انزف على الناس، ما اطلعش انزف على الناس ولا اشحت بجرحي ولا الكلام ده كله، وما اسمحش بان انا ابقى على حقيقتي غير قدام اللي يستاهل، لان احيانا بتعملي كده مع حد ما بيستاهلش بتبقي انت ساعتها بتتوجعي وجع، يعني بتحسي ان غلطتي في حق نفسك غلطه ان انت كنت غبيه بجد ساعتها. تحس انك رخصت جرحك، رخصت مشاعرك، رخصت كده. بينت حقيقتك لحد اقل من انه يستوعبها. ده حقيقي. فالقناع القوي ده احيانا بلبسه في لحظات منتهى الضعف بالنسبه لي. طب انا بشوف كمان ان تامر حبيب كتير بيستخدم قناع الضحك والرقص وطعم الحياه عشان يداري جرحه. بصي ده مش قناع، ده 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 غباء بشكل ما. ده اكتشفت لانه هقول لك ليه، لان ده انا اكتشفته مؤخرا على فكره. الواحد بيشتغل على نفسه، وبقول لك بقى ورحلات ما بين بقى دكاتره نفسيين ما بين مديتيشن ما بين، لانه في ملعب جوه هيستيري جميل اندلس. ايوه. فاكتشفت انه لازم تبقي شخص بيحب نفسه. انا كنت انا فاهم ان انا كده بحب نفسي. ان انا بنزل وارقص واتنطط واول واحد يدخل البارتي واخر واحد يمشي منها وتلاقيني في 500 حته في نفس الوقت وبتاع، وما بقعدش مع نفسي خالص خالص. ده كان في وقت من الاوقات وانا فاهم ان دي طريقه حب لنفسي. الحقيقه ان انا بحب نفسي حب غلط، لان لما قعدت اجرب الحب التاني بقى اللعب معايا واخد ودي كده بالراحه، اتونس بيا اتونس بيا بالظبط كده، لا دي ليها متعة تانية خالص، وليها متعة على مستوى بقى مصلحتك الشخصية، على مستوى الشغل كمان طبعا. لأنه وأنا الـ 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 النحلة دي الحاجة الوحيدة اللي بصحى الصبح المفروض أقعد أشتغل، ببقى عامل زي الفسيخة كده بشحن عشان أجهز لخروج بكرة أو لعيد ميلاد مش عارف مين أو بتاع كده. والحاجة اللي بقى لما قدرت أعملها وأظن دي ليها علاقة بالسن شوية، إن أمشي من مكان ما أحب وقت ما أحب. هما بيقولوا إنه فن تمشي طبعا. إمتى؟ من حفلة، من علاقة، من شغلانة، من أي شيء في الحياة، ده فن. وبكل احترامي وتقديري للآخر اللي عايزني أبقى موجود لازم أحب نفسي أكتر منه. يعني مش أنانية بس عشان هو حتى شيء صحي. ما هو أنت لو ما حبيتش نفسك حبك للآخرين مكذوب أو منقوص. بالزبط. وعطائك منقوص. أنا عشان كده بقولك بقى الابتسامة بتروح، لأن خلاص مجهدة وبتبقى مرسومة أنت مش عايزاها. طب لما بتقعد مع نفسك وبتتونس بنفسك، اللحظة اللي ممكن تبص فيها للسماء بتقول لربنا ايه؟ يوه ده بس احنا اصحاب. احنا اصحاب، احنا بناخد وندي كتير جدا وكتير قوي بقول له شيل. يعني انا وصلت في المرحله دي، يعني انا دعاء الاستخاره ده اللي في الصلاه انا هو ده انا بقوله، ده الدعاء الطبيعي 150 مره في اليوم. يعني مش شرط اكون صليت استخاره ولا عشان حاجه معينه،
اللي فيه الخير اعمله واللي فيه الشر ابعده وخلصت الشغلان. بتؤكد فكرة انه الذكر ذكر القلب والروح بالزبط. لا هو ذكر المظهر ولا هو ذكر اللسان ولا هو ذكر القول خالص. هي علاقة الاثنين الصحاب دي احلى صاحب، احلى صاحب في الكون، الملجأ كون بالظبط. وطول الوقت لما بيحصل ده بيقوم هو بيشاور لك مشاورات كده، يرمي لك على بيرد طبعا. صح. انا الاشارات دي بعتبرها رد ساعات وقتي. احكي لك حاجه بقى، انا قريب كنت في عمره خلاص فعملت عمره لنفسي، كانت عمره قصيره قوي، فعملت عمره لنفسي وبعدين نمت وعملت عمره لامي خلاص. فايه خلصت الطواف وخلصت الحاجات وكل حاجه وانا في العمر، يا رب اجمعني بامي في جنه الخلد والحاجات كلها. وبعدين نزلت ايه، كان صلاه العصر وصليت قدام الكعبه، كنت محظوظ جدا مع ان كانت زحمه جدا، ولقيت الحجر الاسود قدامي كده، فروحت ايه زارق بين الناس ورحت ايه واصل للحجر وبصت وقريت قران ودعيت وكل حاجه، وانا بخرج وقعت. فالوقوع عند الحجر الاسود ده موت محقق، فاهمه؟ لانه الناس متكاتفه فوق بعضها، محدش سامعك، صوتي ما بيطلعش، وليترلي ليترلي شفت الموت. فلقيت روحي عايز اقوله انا كان قصدي لما يحصل مش دلوقتي. مش معقوله الاستجابه المباشره دي، يعني انت فهمتني غلط، يعني انا كان لازم ابقى اكلت شويه. مش دلوقتي حالا، مش حالا، مش حالا. بس حسيت الاستجابه في ساعتها بجد. بس الصوفيين بيؤمنوا انه في الرقص تقرب من المولى. طبعاً. بتؤمن بده؟ طبعا طبعا، الصوفيين بيؤمنوا بكده، وبتوع المديتيشن بيؤمنوا بكده. بصي المسميات كتيره قوي، الحركه بالظبط، الحركه، الحركه والطاقه. في طاقه انت بجد بتعملي، وفكره فعلا بتوع بقى اللي هم المولوي. بصي كله مرتبط بكله، ليه مسميات مختلفه. عمرك رقصت وطفت مع نفسك وانت قاعد لوحدك؟ قريب قوي عملت كده، كنت في جلسه مديتيشن معينه، وقررت ان انا كنت نايم على الارض وان بجسمي انا هعمل الدايره كامله، فكره الدايره. عملتها بجسمي، وكنت وانا بلف بخبط في حاجات انا حاسس ان دي عقبات بتقابلني. يعني مش هي مخده خبطت فيها ولا كوبايه، لا دي عقبات في الحياه انا هعدي عليها بجد. يعني عشت اللحظه دي وصدقتها، وانا مؤمن انك لما بتصدقي ده بجد طبعاً. ده بيحصل طبعا، قوه بيحصل. العقل الباطن، الكون بيتآمر معاك. معظم الناس بيبقى في حياتهم لحظه كده بيحصل فيها موقف او بيشعروا بشعور ما، بيتقلب من محنة لمنحة، بتتحول اللحظة دي من لحظة انكسار للحظة انتصار، بتتغير فيها وغالباً مصيرك بيتغير بعدها. حصل يا باشا. مونولوج التحول في حياة تامر حبيب، فاكرها كويس قوي. وبرضه حاجة ليها علاقة بيني وبين ربنا، أنا طول عمري بحب السينما، وبعدين قدمت في معهد السينما بعد ثانوية عامة ما قبلتش. فايه ابويا اقنعني، طب اللي ال- 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 النصيحه اللي بينصحوها دايما الابهات لاولادهم خوفا عليهم، خد شهاده وبعدين السينما دي هوايه والحاجات دي، ويبقى معاك سلاح في جيبك والجو ده. فسمعت الكلام ودخلت كليه التجاره واشتغلت محاسب، ووصلت في مرحله كان كل اللخبطات بقى طلعت مع بعضها. يعني ايه كان الامور وصلت كده في العلاقه بيني وبين ابويا لحته بايخة، ان انا ابتديت اكتشف ان عنده حق، فده مضايقني. انا الاول كنت دايما مشيله، هو طول الوقت انا طول عمري كنت تخين جدا، فهو عايزني اخس خلاص. بس هو عايزني اخس عشان صحتي تبقى كويس. بلغالي كده سيادتك، ما تبلغاليش ان منظرك هيفضل عامل زي الشوال كده طول، لدرجه انه جاب لي عربيه وركنها في الجراج، قال لي مش هديها غير لما تخس، وبان انه راجل عنيد ابويا، وانا ابن وارث منه، فانا كمان عنيدته وما خسيتش، وما خدتش العربيه، خدتها بس ما خسيتش، خدتها بعد كده. فكان وقتها كمان هو عامل لي عقده بسبب موضوع التخن ده بطريقه هجومه عليا، فباخد دواء تخسيس بيعصب وبيبوظ الاعصاب وبتاع، وبشتغل حاجه ما بحبهاش خالص. من 9 لـ5 انا كائن كره، محاسب ممنوع البس بنطلون جينز، بروح بعمل الشغل اللي انا ما بحبوش، عكس شخصيتك خالص، محروم بالظبط، محروم من الحاجه اللي بحبها جدا. وفجيت في يوم كده كل ده يعني انفجر، وليترلي قطعت هدومي وقعدت اصرخ، وجالي حاله هستيريه، والدواء جهبني خلاص، جنني. فجيت تاني يوم كنت رايح شغلي خلاص، انا راكب العربيه، وبعدين فجاه كده وبالراحه كده فتحت الازاز وكلمته، وانا متأكد انه سمعني، يا تحببني في اللي بعمله، يا تخليني اعمل اللي بحبه، لان انا كده انت مش هرضيك، انت بتحبني. يعني انا عارف انه بيحبني، هو براني 500 اشاره بتقولي انه بيحبني. فانت ده 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 في ده في ظلم، يعني انا تعبان. انا كنت امبارح هعمل هبل،
انت شايف في اليوم ده وحياة رحمة أمي يا منى اتقلب 180 درجة. أنا رحت على شغلي كانش في موبايلات وقتها، كلمت واحد صاحبي قلت له اسأل آخر سن في التقديم في معهد السينما امتى والورق المطلوب ايه والمعرفش ايه الحاجات يعني. آخر أبليكيشن اتسحب كان الأبليكيشن بتاعي، آخر سن قانوني كان وقتها كان سني، آخر يوم للتقديم كان اليوم ده. ثرت لنفسك في ثانية، في ثانية. وبقول لك ايه، ومن يومها دخلت معهد السينما خلاص. رحت انا دخلت المديري قلت له بص، كان وقتها المعهد بيعمل لك ورشه لمده 15 يوم وبعدها يقرر هيقبل مين ما يقبلش مين. فدخلت المديري قلت له بص انا يا اما واخد اجازه 15 يوم يا اما دي استقاله هنشوف. والحمد لله بقت استقاله، قبلت في المعهد. ومن اول ما وصلت اولا الطفل اللي جوايا، لانه هي بقى الحدوته كلها هو هذا الانر تشايلد طبعا حقيقي، كل الموضوع، كل الجروح، كل الحكمة الطفل الداخلي اللي جواكي. واحنا فاهمين طول الوقت ان احنا متصالحين، وده مش حقيقي، مش حقيقي، او ان احنا لما ندلعه هنتصالح بالظبط. ما هو ده مش حقيقي، كنت بدلعه غلط، برقصه وخرجه وفسحه. لا يا سيدي، كان عايز يقعد ياخد ويدي معاك، ما كانش عايز الدوشه كلها. كان عايز يداوي جروح الطفوله والماضي بالظبط. ومن ساعتها حبيت لعبه الانتصار لنفسك وخليت حياتك تبقى ماي واي بالظبط بالظبط. من فصل البدايات لفصل الصراعات بعد الفاصل مع تامر حبيب. في كل مسرحية بيبقى فيه صراعات، صراع رأسي مع الأقدار مع الزمن، وصراع أفقي مع الآخرين أحياناً مع نفسنا. إيه الصراع اللي كان صراع رأسي في حياة تامر حبيب؟ صراع مع الأقدار. صراع اللي هو أنت فعلاً بقى ما بتقدريش تتدخلي فيها، شبه صراع ان امي تروح يعني لو عليا مش عايزه تروح. كان عندي صراع قدري تاني، يعني دي علاقه بان بدايه التحقق، ان انا صار ليالي اللي هو فيلمي الاولاني يعني خلاص. انا قبليه كان عندي محاولات ان يبقى عندي افلام تانيه وامضي الفيلم وبتاعه يتعطل لاسباب انتاجيه وبتاع، فابتديت احس انه لا انا بتظلم. بس اكتشفت لما نزل صار ليالي، لا انت كان القدر مأجل لك بس الميعاد ان تبقى البدايه دي، لان البدايه دي اقوى ألف مره من البدايات اللي انا كنت عايزه ابتديها. عرفت ان الحاجات بتيجي في وقتها المظبوط كده. قلت ان سبب بعدك عن الكتابه هو ان الجمهور اللي انت بتكتب له عشان تبسطه بيهاجمك بعنف وبيسبك وبيلعنك. طب انا هبسطك ليه وانت بتعمل فيا كده؟ صح، حصل في وقت من الاوقات قلت كده، وبعدين اكتشفت ان اللي بيهاجموني وبيشتموني وكل دول مش دول الجمهور اللي انا بعمل لهم الحاجات. في مواقف معينة خلال السوشيال ميديا كان في كلام في منتهى القسوة وفي منتهى قلة الأدب الحقيقة، أنا آسف إني أقول كده، من ناس يعني إيه، بصت لمرحلة إن أنا قريت بعيني مرة واحد بيقول أنا شفت تامر حبيب ده ماشي في الشارع هقتله. تقتلني ليه يا عم الحاج؟ أنا عملت لك إيه؟ المخرجة إيناس الدغيدي سئلت عنك في طبعا حوار وقالت في حقك كلمتين أعتقد إن هي كانت تقصد خير، نيتها كانت خير. نيتها كانت خير، ولكن الكلمتين طلعوك على المسرح هجوم ونقد وإساءة جداً وعنف جداً جداً. وتأزمت وقتها، تأزمت وتهزيت. بس كمان أنا ما كنتش أتخيل الناس بالقسوة دي يعني، وهم أصدروا أحكام تشرفك يا ابني. طب ما أنا صراعك مع المجتمع، مع العقول الخربانة عموما، فكري ولا صراع أخلاقي؟ هو من ده على ده، هو كله على بعضه. يعني أقدر أقول لك أنا بحب البني آدم، البني آدم ده أعظم كائن في الكون، بني آدم يعني بيحس. فأنت ليه تبقى شيء شخص بتدوس على جرحي قوي كده؟ لو كان مين قالك؟ وبعدين ده أنا قاعد بجاهد يا ابني الذين عمري كله، إن زي ما بقول لك أنا بحبش أصعب على حد، وبحبش أبان مسكين، وبحب أبان قوي. إيه اللي بتكرهه في المجتمع؟ الإزدواجية الرهيبة المرعبة. ومؤخرا بقيت اشوف القسوة، معرفش هل هي طول عمرها كانت قاسية كده، بس لأنها ما كانتش معلنة من خلال وسائل السوشيال ميديا يعني والحاجات، ما كناش حاسين بيها، ولا الناس بجد بقت قاسية جدا كده؟ ده وده
وهم مش واخدين بالهم ان في ناس يا جماعه ممكن يبقى عندهم درجه من الحساسيه ان كلمتك تقتله. على سيره الازدواجيه، انت دايما بتقدر المراه جدا وخصوصا في اعمالك، على عكس اللي شفناه في فيلم تيمور وشفيقه. في تيمور وشفيقه ازاي طلعت شفيقه ممكن تضحي بشغلها وبعملها وبكيانها عشان الراجل اللي بتحبه؟ والله العظيم يا منى، والله العظيم انا كان قصدي اقول ان ده منتهى الحب والتضحيه، ما كانش قصدي اخليه التضحيه اني اضحي بكياني. ان ما هو ولع قدامها يا جماعه، ده ولع، ده نزل ما يولع. لا لا ما يولع ليه؟ لو بيحبني يحبني بكياني. اقول لك حاجه، انا الاراء يعني الاراء اختلفت جدا. انا فجاه اولا انا ما كانش، وبعدين هو بادي جارد، فهو وظيفته ان هو يولع. هي يولع هي من اخطار الوظيفه بتاعته يعني يولع عشانها اولى من الغريب. انا 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 اولا ما كانش في اعتباري خالص، ولا كانت ترويحيات ربنا، ما كان ترتيبي انه ما ده اللي بقصده. ازاي ما اخدتش بالك؟ ما اخدتش بالي، منتصب للحب. فنوع الستات اللي اتفرجوا نوعين، نوع اللي هم بتوع جمعيه حره انا، واللي هو ايه عندها طول الصوت الجهوري وبتاع، دول دايما دايما هتلاقي هم عندهم في مشاكل في العاطفه، يعني في مشاكل في علاقاتهم العاطفيه. الستات بقى ذوات الخبره اللي هم طب هات لي بس تيمور وانا اقعد في اوضتي، ما مش بقعد في بيتنا. فشفت دول وشفت دول. وانا بحب التانيين اكتر. لا، وفي ستات متزنه معتدله. انا عايزه تيمور وعايزه كياني وعايزه عملي وعايزه نجاحي عايزه حياتي كامله. بس الحقيقه ان وحياه لو كان حد شاولني، عارفه واحنا شغالين، كنت هاخد بالي. لو كتبته دلوقتي كنت ما كنتش هعمل نهايه. ما كنتش هتعمل نهايه دي خالص. طيب، في ازمه فيلم اصحاب ولا اعز، قلت كتبت بوست، فاكره؟ فاكره. كتبت عندي راي منحل احب اقوله، الا وهو ان المنصه المنحله العالميه الموجهه اللي بتعمل على نشر الانحلال في جميع انحاء العالم وتقديم حاجات غريبة في المجتمعات ليس لها أي وجود على أرض الواقع الطاهر العفيف الشريف اللي ما بيجرحش حد، اللي ما بيدوسوش على شرف حد، وما بيدوسش على شرف حد. انت حافظ البوست؟ اصل دي الجملتين ما بيجرحوش حد ما بيدوسش على شرف حد، دي بتاعت زوزو، بتاعت خلي بالك من زوزو، عشان كده دي فاكرها يعني. صحيح الناس الأكابر بالظبط. فبقول لك لانه ما احنا شفنا اللي حصل. بوست كان مشحون قوي، عبس اصل، لان انا معلش، انا اولا انا بقول لك يعني ايه، انا بحترم البني ادم وبحترم العقول. رب يعني ربنا خلق لنا ده عشان نشغله يا جماعه، اكيد والله العظيم عشان نشغله. وبحب صاحبي، صاحب صاحبي، ومنى بقى مش صاحبتي، دي اختي، دي بنتي، دي كل حاجه في الدنيا. كم الهجوم والمهانه وقله الادب والسفاله والقسوه اللي الناس هاجمت بيها، ايه ده؟ ايه ده؟ في حين بقى انه ده ده العمل العربي اللي لما اتعمل على الشبكه دي هو عمل صدى ونجاح هايل. عندك صراع مع المحافظين، مع العقليات المحافظه. عندي صراع مع لا منطق. عندي صراع مع اللي مخي ما يستوعبوش. على صعيد اخر، مش عارفه اذا كنت عملت زيهم لما نزل بالفيديو بتاعه الفنان محمد سلام. كتبت انت بوست وحكمت انت عليه، وقلت له بما معناه انه ما اللي ليه راي يخليه لنفسه، مش لازم مش بالظبط تقوله كده. انا لان انا الحقيقه كان كويس ان انت فتحتي الموضوع ده. لان انا رجعت بعدها رحت تداركت، قلت عشان ما يتفهمش ان انا بهاجم سلام، انا بحبه وبحترمه وفاهم ان وجهه نظره مش خارجه اللي من باب اي دعايه. كنت من اللي جلدوه؟ ما لا لا لا، ما كنتش. انا كان وجهه نظري في حته ان وجهه نظرك دي قد تكون محرجه لحد من زمايلك اللي وجهه نظرهم مختلفه. فانت كنت حاسب على ده، ما تقلنوش بس علشان اللي مش شايف وجهه النظر دي وشايف ان هو لا يروح. لان انا كمان كان عندي صراع في حته انه انت ليه بتتعامل مع مهنتك ان انا رايحه ارقص. تقصد انه ما تروجش لوجهه النظر اللي ممكن تهاجم زميل ليك بالظبط، تجرح بيها زميل تاني او واجان دي علاقه كمان بفكره، وما تقللش فكره انك رايح تغني وترقص. تغني وترقص انت بتعمل فن. وعشان كده كان دايما بديل. طب ما تروح، لو كنت رحت غنيت ورقصت وخدت اجرك ده واتبرعت بيه ايا كان، ده وجهه نظر، هو حر وبحترمها وبحبه وكل حاجه في الدنيا، مش قصدي حاجه خالص. عشان كده بقول لك تداركت على طول وصلحتها. فلكن كان وقتها كان قصدي بس بيها اللي هو ايه، لان دي هتجرح ناس تانيين مالهمش سعي، مالهمش سعي. في رحلتك دي ومن فصل البدايه للصراعات
وصلت ان احنا مجتمع بينظر على بعض؟ طبعا طبعا. ايه الفرق بين الرأي والتنظير؟ الرأي ان يحترم الرأي الاخر، التنظير ان يبقى هو ده القانون، ان دي النظرية هي هو كده، طالما مش كده يبقى غلط. والحكم الاخلاقي على الاخر برضو في قسوة. إحسان عبد القدوس عنده حاجة أظن كانت، مش فاكر في أي رواية منهم، لا تسألوا الناس اسألوا الظروف. صحيح. إن طب ما أنت ليه دلوقتي حكمت على الآخر ده بالشكل ده؟ ما تعرفش هو مر برحلة كانت عاملة إزاي؟ ولو كنت أنت مريت بنفس الرحلة. من الصراعات للمورال بعد الفاصل مع تامر حبيب. في كل رواية في ذروة للمأساة، إيه ذروة المأساة في حياة تامر حبيب؟ تاني أقول لك موت أمي. إيه الحاجة اللي خسرتها على مدار فصول حياتك ما تتعوضش؟ ممكن تبقى حاجة ليها علاقة وبتالي كلنا براءتنا. مين الشخص اللي خسرته وما كنتش تتمنى أبداً تخسره؟ شايف ان خسارته ما تتعوضش لكن ما ينفعش يبقى موجود تاني. يعني عندي صديق حصل كده قريب قوي قوي قوي، وشايف ان خسارتي انا اللي ما تتعوضش مش خسارته هو. اتعلمنا نحب نفسنا بجد. بالظبط كده، انه ده وده حد. يعني انا كانت درجه الصداقه بينا ودرجه يعني بتعامل ايه ده، انا جالي اخ في الدنيا على بين اخ وابني كده. وبعدين لا يعني اكتشفت انه انا لسه بيضحك عليا، فاستفزيت جدا. وبعدين بعدنا. اضحك عليك في ايه؟ انه حد عارفه بعلك شخصيه وفي جوه شخصيه تانية خالص. كان قناع للخداع مش للتعامل. بالظبط. ايه الامنيه اللي في حياتك عدى وقتها وفات اوانها ما حققتهاش بس لو رجع بيك الزمن هتحققها؟ اني ابقى اب. حقيقي؟ إني رغم ان رايك انه منظومه الجواز فاشله. ما انا قلت اب ما قلتش زوج. كمان هتجيب اطفال خارج منظومه. لا قابل يا استاذ تامر. ما قصدتش والله، انا بتكلم على الاحساس. على الاحساس قابل يا استاذ تامر، لانه ده من الحاجات اللي كنت طول الوقت في الاول انا بخاف جدا منها، مسؤوليه اني اعمل بني ادم يا نهار اسود. اذا كان ممكن يبقى كلكعنا كلها ليها علاقه بالطريقه اللي اتعاملنا بيها. فإن أنا أعمل إنسان أبقى مسؤول عنه، لأنه شخصيته النفسية بتتكون في أول 4 سنين من حياته، دي مسؤولية كبيرة قوي. وبعدين لما لقيت إنها أي حاجة بتستمتعي بيها بجد هي حاجة صعبة جدا، وإن هو دي دراما أنت لازم تبقي واعية لكل لحظة فيها عشان تطلعي إنسان قوي سوي عظيم. ده لو كان حصل كنت هبقى إنسان منتصر. بتشكل تكوين شخص إنسان. بالظبط. شيء مرعب. بالظبط. مونولوج النهاية في حياتك وخبراتك وكل الفصول اللي عديت بيها، يا رب يبقى عندك فصول تانية كتير قوي. يا رب. طلعت بمورال، طلعت بمفاهيم، شفت نفسك بطريقة وشفت الحياة بطريقة. عايزك تقف هنا بصدق من قلبك بدون أي تمثيل، بدون أي افتعال، بدون أي أقنعة. موافق. جيب بالي من تامر لجمهوره. يلا. على المسرح. أقوم دلوقتي حالا؟ يلا بينا. يلا بينا ماما. لا أصلا المسرح دي تخوف قوي يا جماعة. يلا. دي أصعب لحظة في الحلقة كلها. فيعني لو أنا هقول حاجة كده المورال أو الخلاصة، اسمحوا لي أقول 3 حاجات صغيرين قوي ليهم علاقة ببعض جدا. أولا حب نفسك جدا جدا جدا، لأن ده المخلوق الوحيد اللي مش هتعرف تهرب منه في أي حتة، ده وراك وراك. ثانيا أنت حر ما لم تضر، فأي حاجة أنت شايف أن أنت هيبقى ليها متعة ليك ومش هتأذي الآخرين اعملها، وما تعملش حساب لأي حاجة في الدنيا. ثالثا جملة أنا قلتها كده
الحقيقه قلتها مرتين يعني، مره في مسلسل ومره في فيلم. احلى يوم في حياتك انت لسه ما عشتوش. كل سنه وانت طيب.